بسم الله الرحمن الرحيم. في حاجه نبقى متفقين عليها قبل ما نخش الفيديو، تتفرج على الفيديو بتاعي الزمالك الموسم الحالي والنسخه الحاليه بتاعت باتريس كالترون، نسخه صعب جدا 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 التقييم ليها، سواء الفرقه بتكسب او الفرقه بتخسر. انت كسبان النهارده الترجي 3-1 بتكرار سيناريو مباراه قطر بتاع السوبر الافريقي، النهارده برضو كسبان 3-1 وعامل جيم انت مش عارف تقيمه، انت مش عارف تقيم بدل الزمالك كويس او الزمالك وحش، الزمالك عنده مشاكل دفاعيه، الزمالك ممتاز هجوميا، الزمالك نص ملعبه عامل ازاي، انت مش عارف تقيم اي حاجه. فلو انت عايز تروح مع الموجه اللي بتقول دلوقتي ان باتريس كالترون عمال يعمل خطط عالميه وباتريس كالترون طلع بيب جوارديولا اللي جواه او جوزيه مورينيو اللي جواه، فالموضوع بتاعك انت. لو انت مقتنع ان الزمالك النسخه الحاليه هي نسخه مش مفهومه، فاهلا بيك في الفيديو. اما لو انت مقتنع ان انا داخل الفيديو اطبل لعيبه الزمالك وباتريس كالترون عشان مكسب النهارده، فانت جيت المكان الغلط. بص، انا عارف ان الكلام اللي انا قلته في المقدمه هيقول ان انت بتقول ايه يا عم، انا كسبان الترجي، الترجي بطل افريقيا، الف مبروك ليك، انت فعلا كسبان بطل افريقيا وكسبانه في السوبر عن جداره، وكسبانه النهارده برضو باستحقاق وعن جداره الشوط الثاني. انما الشوط الاولاني في كلام كتير قوي عليه. الشوط الثاني للامانه معين الشعباني قرر ان هو يطلع بالنتيجه دي ويبقى راضي بالتعادل، والراجل جاب جون في مصر هنا والموضوع يبقى سهل بالنسبه له في تونس، عشان كده الراجل كان يستاهل ان هو يخسر وان هو يطرد منه لعيبه، وان هو كمان كان في اللاعب اللي هو عمل ضربه الجزاء كان يستاهل كمان ان هو يطرد، لان في الكوره لما بتختار ان انت تطلع بالنتيجه الاضمن بتلبس. اما الزمالك بقى، لو انت عايز تقيم الزمالك في مبدا ان الزمالك خد بطولتين في اسبوع، وان الزمالك كمان نزل كسب بطل القاره نسختين على التوالي 3-1 برضو، ف التسويق الموضوع ده هيسوحك، لان الامانه الزمالك الشكل الحالي مش مفهوم خالص. يعني الزمالك بيلعب ال 4 2 3 1، ال 4 2 3 1 هي هي، وغياب يوسف اوباما فرق كتير الشوط الاول، ولقينا ان لعيبه الزمالك ما بتبنيش كوره جوه الملعب ومش عارفه تطلع بالكوره بالشكل الصحيح جوه الملعب، خصوصا ان السيد معين الشعباني قرر انه يبدا بال 4 1 4 1 مع اربع تغييرات في الملعب، والاربع تغييرات في الملعب كانوا برده بيبداوا على نفس المنهج اللي كان بيلعب بيه ماتش السوبر، ولو هو اللعب كله ناحيه حمدي الهوني ورا حازم امام، واللعبه دي هو متفق عليها وغير متفق عليها. هو الراجل ممكن تقول عليه ان هو ما نشوف الترجي وان هو احسن لاعب في الترجي، فكلهم مضطرين ان هم يسندوا له الكوره علشان خاطر الراجل يبدا هجماتهم، عشان خاطر الراجل حتى يعمل اسيستات، علشان خاطر الراجل يعمل كل حاجه في الشكل الهجومي بالنسبه للترجي. غير كده الترجي هجوميا ما عندوش افكار تانية، فالترجي بيبدا الجيم ضاغط على الزمالك، والترجي بيبدا الجيم بيضيع فرص في اول 5 دقائق، بيبدا كده تحس ان لعيبه الزمالك عندها زخفه، ولعيبه الزمالك في حاجه اللي هم كانوا فاهمين ان الترجي هينزل يدافع ويلعب زون والكلام اللي هم متوقعينه، وفجاه لو الترجي داخل بيهاجم والترجي بيضيع فرص، وفجاه لقينا ان لعيبه الترجي دخلت جوه الجيم ولعيبه الترجي احرزت الهدف الاول، الهدف الاول اللي برضه نفس الكلام، هو الاعتماد كله كان ناحيه حازم امام وناحيه حمدي الهوني. بص، قبل ما محمد اونجما كان يجيب الجون، محمد اونجما كان اسوأ واحد في الملعب حرفيا. محمد اونجما ما كانش بيعمل اي مسانده دفاعيه تماما، اي مسانده للحازم. محمد اونجما دايما كان سايب حمدي الهوني معاه، وكان سايب كمان الزيادات اللي كانت بتجيله من ناحيه بن غيث ومن ناحيه بن رمضان، فالراجل كان سايب كل حاجه ناحيه حازم تضرب تقلب، اهم حاجه ان انا ابقى مهتم بالشكل الهجومي. طب ما هو الشكل الهجومي هتعمل ايه لو انت لبست جون؟ مش ده المهم، المهم بقى ان بعد احراز الهدف بتاع التعادل بتاع محمد اوناش، كل ده اتنسى، وكل الغلطات اللي هو عمال يعملها جوه الملعب اتنست، وكل الناس بدات تقول ان محمد اوناش عالمي، مع انك نسيت حاجه. وفي حاجه انا عايز يعني اسال جمهور الترجي لو حد دخل فيهم على الفيديو، هو انت ازاي مستحمل معز بن شريفيه؟ مع احترامي يعني معز بن شريفيه لو اتشط عليه ثلاجه مش كوره من بعيد هتخش جول، معز بن شريفيه حارس سيد الرعاة اللي عليه ان هو اسوأ حاجه في الترجي التونسي، وهو الحاله الاضعف جوه الترجي، هو حارس مرمى مهزوز، حارس مرمى امكانياته ضعيفه، حارس مرمى فيه كل حاجه ممكن تحبها في حارس المرمى السيء اللي ممكن يديك البطوله. فكره ان الحارس نص الفريق دي ما تنطبقش مع الترجي، هو الترجي الحارس هو نقطه ضعف الفريق. فالهدف الاول ممكن تقول عليه ان هو كرباج وصعبه جدا، والكره من على بعد 31 متر والراجل كان ممكن ياخد عليها خطوه، وبرده مش معنى كلامي ان انا كنت عايز الزمالك يتغلب، لا، الموضوع بالنسبه لي عادي جدا، انا بالنسبه لي مشجع محايد اتفرج على الماتش، الزمالك يكسب الف مبروك، الزمالك يخسر هارد لاك، بس برده انا مش شايف ان الزمالك كان سايق الشوط الاول، والزمالك ما كانش عارف يبني كوره الشوط الاول، بس فجاه كده بعد احراز الهدف الزمالك بيضيع كوره محمد محمود علاء في كوره ثابته، وكوره بتيجي في العارضه ويلا بقى نخش الجيم، لا، الزمالك برده بيرجع والزمالك بيستقبل لعب. الشوط الثاني بقى بيبدا عكس اللي كان شغال الشوط الاول، الشوط الاول كان الترجي بيحاول ان هو يجيب الجون الاول، بعد ما الترجي ما جاب الجون الاول الشوط الثاني القرار الاغبى في وجهه نظري هو السيد معين الشعباني قرر ان هو يطلع بالتعادل 1-1 ويلعب على المرتدات.
لما لعب على المرتدات الراجل كان يستاهل ان هو يتغلب، علشان انت لما بيكون عندك افضليه جوه الملعب ولاعيبتك فايقه ولاعيبتك عارفه تنفذ كل حاجه انت بتقولها لها جوه الملعب، لعيبتك بال 4 1 4 1 كانوا خانقين الزمالك تماما، الزمالك ما كانش لاقي اي منفذ حتى لما كان بيلعب كور طويله، انت ملعب مساك رقم خمسه مع مصطفى محمد علشان خاطر الراجل يطلع معاه في الكوره العاليه، والراجل كان عامل الجيم كويس، ومصطفى برده في بعض الاوقات كان بيسبقه وبيسرقه وبيعرف ياخد الكوره منه في الالعاب الهوائيه، فانت كنت قاري الزمالك صح جوه الملعب على الاطراف، كنت قاريهم كمان في قوته مصطفى محمد. ايه اللي خلاك تفكر انك ترجع تدافع؟ دي حاجه بتاعتك انت، بس عشان انت رجعت دافعت في الاخر لبست، ومستغرب تماما من لعيبه الترجي في اعتراضهم على الهدف الثاني. انتوا بتعترضوا على ايه؟ الكوره ما فيهاش اي حاجه، الكوره ما فيهاش فاول ولا فيها اي حاجه، وبعدين لو انت عايز تعترض طب هتعترض على ايه؟ انت لاعب 25 دقيقه الشوط الثاني قبل ما يخش فيك الجون سيئه جدا، 25 دقيقه كنت تستاهل انك تلبس فيها اهداف، بس للاسف الهجوم اللي قدامك عنده نقط ضعف كتير، عنده اطراف ممكن تقول عليها ان هي ما انتجتش كتير زي احمد سيد زيزو وزي محمد اوناجم اللي ما انتجش غير الهدف، اشرف بن شرقي برده ما انتجش اي حاجه اطلاقا جوه المباراه الا ضربه الجزاء والهدف اللي هو جابه. الراجل جاب هدف والراجل ممكن يكسبك انك توصل ودول الاربعه، بس مش معنى كده ان انا اطلع اقول ان الراجل كان عالمي جوه الماتش، الراجل كان سيء جوه الملعب في موضوع ان هو بيلعب صانع لعب، الراجل مش هيكون زوره في الملعب مش هتلعب بيه صانع لعب، وهتلعب بيه هاف، الراجل هاف ممتاز جدا، انما صانع لعب عنده مشاكل فيها. فاحمد سيد زيزو برده النهارده زي ما قلت لك ما كانش شايف قدامه وكان تايه، لعيبه الترجي كانت عامله جيم ممتاز تكتيكيا جوه الملعب، بس فجاه كده مره واحده لقيت ان الزمالك جاب جون، وفجاه كده مره واحده لقيت ان في حاله طرد جوه الملعب بهستيريه، وفجاه كده لعيبه الترجي خرجوا تماما بره الجيم، وفجاه انت برده قررت كابتن اسكاتون انك تعمل تغييره عبيطه قوي مع احترام، يعني ايه يعني انت الفرقه اللي قدامك مطلوب منها واحد، انزل بمهاجم تاني زي كاسونجو، العب باثنين مهاجمين وكده كده الفرقه مطلوب منها واحد من صناع اللعب المتاخرين في ال 4 1 4 1، واحد من الناس اللي مفترض ان هو يعمل ادوار هجوميه اللي هو برمضان، يلا بقى نهاجم، لا احنا هننزل شيكابالا، طب شيكابالا ليه؟ اصل ممكن يشوط على الجون وكده كده معز لو اي كره شرط عليها تخش، طب ما تنزل كاسونجو. المهم التغيير التاني بعد كده برده الراجل بيقرر ان هو يا جماعه احنا عايزين نهاجم، نزل كاسونجو بقى، لا هو بينزل كاسونجو في الدقيقه 88 اللي هو ايه يا عم انت بتعمل ايه بالظبط؟ بس عادي طالما بيكسب هتلاقي ناس كتير بتطبل له، مع ان الراجل ما عملش اي حاجه جوه الملعب تخليه يفرق الفرقه بتاعته عن الترجي، يعني الترجي ماسك الشوط الاول عمل ايه؟ جيم تكتيكي ممتاز، انما الشوط الثاني قاعد تتفرج حتى لما الراجل اتطرد منه لعيب ويلا انت بتلعب 11 وعندك زياده، نزل المهاجم اللي عندك واعمل ضغط عليه في العمق بتاعه، خصوصا ان لعيبه العمق بقت خايفه ومرووشه، يعني حتى الكره اللي جت فيها ضربه جزاء بتاع الهدف الثالث اتفرج على الكره العرضيه، الكره ملعوبه لمدافع الترجي ما وروش اي حد، يعني الراجل ما وروش اي حد، فجاه كده قرر ان هو يلعبها لورا علشان خاطر تطلع ركنيه، وبرده نفس الكلام كانوا بيعملوه الناحيه الثانيه، كانوا بيشلطوا في الكورنر بيعملوا حاجات غريبه، نزل مهاجم تضغط على الناس المرووشه دي، لا انت بتقرر انك تمشي الجيم زي ما هو، وزي ما هو ايه سبحان الله ربك كرمك بضربه جزاء محمود علي بيجيب بيها الهدف الثالث اللي هو ايه يا عم في ايه يعني يا عم ايه ايه يا عم ايه مكسب حلو مكسب حلو 3-1 الماتش اللي جاي مش سهل انك في فرقه تخسر 2-0 لان مفترض انك فرقه بتعرف تدافع كويس وده اللي بينته لنا الماتشين اللي فاتوا بتاع الترجي في السوبر الافريقي وماتش الاهلي في السوبر المحلي يعني مفترض ان انت بتعرف تدافع يا ترى نشوف منك شكل عامل ازاي هناك انا اكاد اجزم ان مفيش اي حد زملكاوي مقتنع بالشكل ايه يا عم الفرقه شكلها عامل ازاي في فرحه بالانتصارات في فرحه منكرش وفي انجازات انت كسبان كبير افريقيا اخر نسختين بس مفيش شكل جوه الملعب مفيش منظر يوحي لك ان الفرقه اللي قدامك دي تطمنك اما النتائج فالنتائج بتيجي كده تعرفش الموضوع يبقى مستمر ولا مش مستمر انا بتمنى انه يبقى مستمر عشان خاطر انت تتابع وما تكتشف ان انا بهبد مش هخسر حاجه لو عملت لايك وسبسكرايب الف مبروك ليك بس زي ما قلت لك الزمالك الحالي نسخه غير مطمنه فالمكسب حلو وكل حاجه بس انت ممكن تلبس في اي وقت علشان خاطر مفيش ارض صلبه انت واقف عليها انت واقف على ارض مهزوزه ممكن في اي لحظه تلاقيها نزلت وغرزت بيك